بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب تكونوا جميعا بخير إن شاء الله. في الفيديو ده استكمالا للفيديو اللي فات، الجزء الأول عملناه شرحنا فيه دائرة الإنفرتر البسيط دي بتشتغل إزاي، وشرحناها بالتفصيل إيه شغلة المحول، إيه شغلة الترانزستورات، البطارية، إيه شغلة المقاومات ديت بالتفصيل. اللي ما شافش الفيديو اللي فات عشان الصوره تبقى واضحه معاه ويبقى عارف الدائره دي بتشتغل ازاي وايه نظام عملها، يرجع يشوف الجزء الاول، وده الجزء الثاني اللي هننفذ فيه الدائره مع بعض. عشان ما نضيعش وقت وعشان الفيديو ما يطولش، هنبدا في تنفيذ الدائره على طول. اولا احنا عندنا 2 ترانزستور دول 13005 و2 مقاومه ما لقيتش 330 اوم، جبت 1 كيلو ان شاء الله تنفع. وعندنا البطارية وعندنا المحول. نبدأ نوصل الدايرة مع بعض. هنقول ادي عندنا هنا الاتنين الامتر مع بعضهم اللي هم بياخد منهم او بيجي عليهم السالب بتاع البطارية، يبقى الاتنين الامتر همت، ادي الامتر، ادي امتر، وادي الامتر التاني، نوصلهم ببعض. دي اول خطوة في الدايرة. طبعا انت لما بتربط الترانزستورات ديت في التبريد ده، طبعا لازم يتربطوا التبريد عشان لو حصل اي سخنيه في حمل في بتاع يبقوا مربوطين، يبقى في تبريد، لان الترانزستورات ديت او الدائره ديت ممكن تسخن نتيجه الحمل عليها. طيب لما تيجي تربطها لازم يبقى في عازل، في عازل بين الترانزستور، لان الترانزستور جسمه معدن، لازم يبقى في عازل بين المبرد او بين التبريد وبين الترانزستور. في هنا عازل اهوت، حبيت بس اديك المعلومه دي عشان ما تغلطش، عشان ما تجيبش الاثنين ترانزستور وتقوم رابطهم في التبريد على طول، لان هنا الكولكتور اللي هو الجسم بتاع الترانزستور دوت ده معدن، الكولكتور مش واصل ببعضه، الكولكتور واصل بال 12 فولت او بالملف هنا، ملوش دعوه، مش واصلين ببعض الاثنين، الكولكتور ده والكولكتور ده لا مش واصلين ببعض، ففي عازل عشان يفصلهم عن بعضهم. وصلنا الاثنين امتر، خد بالك هنوصل عندنا هنا السهات ايه، ادي السي بطرف الملف ال 12 وادي السي الثانيه بطرف الملف ال 12، ادي ال 12 12 اهمت، ادي طرف كولكتور يوصل على طرف 12، وادي طرف ال 12 الثاني يوصل على الكولكتور الثاني اهوت، تمام. وادي النص ده، الطرف اللي في النص ده اللي هو الزيرو بتاع المحول، اللي هو الطرف ده اهوت، ده اللي هيوصل عليه موجب البطاريه، يبقى سالب البطاريه هيوصل على الطرف دوت على الامتر، والطرف اللي في النص بتاع المحول اهوت ده اللي هيوصل عليه الموجب بتاع البطاريه. يبقى عندي هنا البيز عايز يجيله الاشاره بتاعته عشان يبدا الترانزستورات تفتح وتشتغل، جايله الاشاره منين؟ واخد من الكولكتور دوت ماشي مقاومه ورايح بيها على البيز بتاع الكولكتور التاني بتاع الترانزستور التاني، وجاي من الكولكتور بتاع الترانزستور التاني دوت بمقاومة اهو، وجاي على البيز بتاع الترانزستور اللي هو تي ار 2، تمام؟ يعني الاتنين شغالين عكس بعض عشان ده يفتح وده يقفل، ده يفتح ويقفل، يشتغلوا عكس بعض، هما الاتنين شغالين دفع وجذب او بوش بول هنا الدايرة ديت عشان يشتغلوا عكس بعض، يعملوا عملية التقطيع والتبديل لل 12 فولت، يبدأ الملف ده يشتغل ويخرج لي ال 220 فولت. نبدأ نوصل المقاومة دي من السي دوت، هناخد من السي ده الأول أهوت، من الكولكتور دوت بتاع الترانزستور ده أهو، مقاومة تمام. هنروح بيها فين؟ على البيز بتاع الترانزستور التاني اهو، خدنا من الكولكتور ده على البيز بتاع ده عكس بعضه،
عشان الاتنين ترانزستور يشتغلوا عكس بعض، ده يفتح ده يقفل، ده يفتح ده يقفل. تمام. وادي المقاومة التانية هتيجي من الكولكتور برضو بتاع الترانزستور دوت. تمام. هنوصلها بين بالبيز بتاع الترانزستور دوت. اهي يا سيدي، موضوع بسيط خالص ودايرة بسيطة خالص وسهلة في تنفيذها، ما هيش حاجة فيهاش اي صعوبة. تمام. يبقى كده احنا وصلنا المقاومات ووصلنا ال 12 فولت على الكولكترات، وصلنا الاميتر مع بعض. هناخد طرف السالب ده هيوصل موجب البطارية، ده هيوصل سالب البطارية اهوت. هيوصل سالب البطارية منين؟ من الاتنين اميتر اهم اهم. تمام. ادي من الاميتر اهو، وصلنا الطرف السالب بتاع البطارية، وادي الطرف الموجب هيبقى منين؟ من نص الترانس. في عندنا بقى هنا الطرفين ال 220 اهمت، هنعمل نوصل عليهم لمبة اهيت. ادي لمبة على الطرفين بتوع ال 220 بتوع المحول. تمام. اللمبة دي كام واط؟ كام واط؟ 9 واط. تمام. معاك اللمبة 9 واط اهيت. ونحط اللمبة هنا اهي عشان نبقى نجرب، عشان نجرب الدايرة دلوقتي. بادي طرفين الترانس اهمت واصلين لفين؟ طرفين الترانس واصلين على طرفين اللمبة. وادي ال 12 ده على الكولكتور وده على الكولكتور. الطرف اللي في النص هيوصل على موجب البطارية، الطرف الإيمتر هيوصل على سالب البطارية. تمام. هنبدأ نوصل الدايرة ونجرب. ادي الطرف السالب بتاع البطارية اهوت، هنوصله فين؟ على السالب بتاع الدايرة اهو. تمام. ادي وصلنا الطرف السالب اهوت بتاع البطارية. طيب والطرف الموجب بتاع البطارية اهوت. تمام. هنوصله فين؟ على النص هنا بتاع المحول اهو. تمام. اللمبة قالت معاك اهي. ادي اللمبة نورت. نفصل. تمام. نوصل. تمام. ادي كده الدايرة اشتغلت معانا في منتهى الجمال، وحاجة بسيطة خالص وسهلة، ما هياش حاجة صعبة خالص. تمام. نشوف كده في سخونية، في دفيان، في حاجة؟ لا والله ما في اي دفيان في الترانزستورات، ما فيش دفيان نهائي. المقاومات اللي ممكن يسخن معاك، ممكن المقاومات هي المقاومات دافية شوية دافية شوية. انت ممكن في تنفيذ الدايرة بقى دي مقاومات مثلا ربع واط، تركب مقاومات نص واط، تركبها 1 واط 2 واط. كل ما كبرت قدرة المقاومات، لما بتحب تكبر قدرة الدايرة ديت، احنا شرحنا في الفيديو اللي فات، هتكبر الامبير بتاع الترانزستورات ديت والواط بتاعها، وتكبر امبير المحول، وفي نفس الوقت تكبر الواط بتاع الاتنين مقاومة دول. الاتنين مقاومة دول هما اللي بيتحكمولي في التردد او اشارة الاسوليتر اللي هي بتخش لي، اللي هتفتح لي الترانزستورات دي. تمام. وهي اللي بتحكم لي في التردد بتاع الدايرة. يا رب اكون قدرت اوصل المعلومة بسهولة، وتكون دايرة سهلة خالص، وقلنا ازاي بتكبرها وازاي بتكبر قدرة الدايرة. طبعا شرحناها في الفيديو اللي فات عن طريق الترانزستورات دي، بتكبر القيمة بتاعتها، الامبير بتاعها والواط بتاعها، وبتكبر
الامبير بتاع بتاعه. وان شاء الله في فيديو تاني هعمل لك دايره كبيره بقى عن كده، وتكون تستحمل حمل زياده، ويكون امبيرها اعلى والواط اعلى، وتكون دايره قدرتها اعلى من كده. اشكركم، ويا رب اكون قدرت اقدم لك معلومه سهله وتنفذوها، الناس المبتدئين نفذوها، وكبر في الترانزستورات ديت، وكبر في المحول عشان تكبر قدره الدايره. وهعمل لك فيديو تاني هعمل لك دايره قدرتها اعلى من كده بقى بكتير، وهنشوفها ان شاء الله مع بعض. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.